كوكا كولا ابو جيب 300 ملل جديده 250 دينار بس. حمل تطبيق على السريع على السريع، حار ومجسب وسريع. اجا الاكل صب لي من هناك، طوق لي من هناك، بهذا المطعم رايد اتغدى واتعشى هناك. طوق لي الاكلات، طيني الحلويات، فاست فود نطيني بسرعة انواع المقبلات. لا تقول لي معقولة، ما يهمني اللي تقوله، موهم عندي وجبة طيبة وياها كوكا كولا. اني تعبان اني جوعان، وقدام الوجبات بنزليها اشكال الوان. زعلان حزنان، ومن الصب للأكلات الطيبة أرجع فرحان. وديني قديني وبدربك عشيني، رايد آكل رايد أشبع والجوع هواي أذبيني. صب لي ولد بتشيني وجبة طيبة انطيني، تركي غربي شامي هندي ياباني أو صيني. روعة متعة من الجمعة للجمعة، والماعون الفوق قوزي زحمة شلون ترجعة. انطيني فاهيتا شاورما أو برجر بالجبن، وصرخ حيل بين الناس اجاكم ابو بطن اجاكم ابو بطن اجاكم ابو بطن اجاكم ابو بطن اجاكم ابو بطن. أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين، اليوم رحلتنا رحلة حلوة وبسيطة، ورحلة بها قصة، قصة مشروع بسيط كلش صار نجاح وصار له فروع وصار له أماكن هواي ونعرف بين الناس والناس حبته، وهو الوحيد اللي بلش شغله بالمقلوب، لأنه احنا نعرف دائما أنه الواحد ينجح بالقص بعدين يسوي صاج، بس ما صار واحد ينجح بالصاج بعدين يقوم يبيع قص. اليوم احنا وياكم بصاج البديع ببارت كلش مميز، انتظرونا وابقوا ويانا. أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين، مثل ما قلت لكم بالتقديم انه احنا اليوم بمطعم غريب عجيب، لانه كل المطاعم تشتهر بالقص يطش عندها القص بعدين تقوم تسوي صاج، هذا المطعم سواها بالعكس، انشهر بالصاج قبل ما يشتهر بالقص. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شلونك قلبي حبيبي؟ حبيبي. شو اخبارك؟ الحمد لله. ان شاء الله مرتاح. اكيد. ممكن تعرف عن نفسك؟ اسمي عمر، المدير المفوض لسلسلة مطاعم صاج البديع، ونورتونا. حبيبي الغالي نورك يا قلبي. انت استاذ اول ما بلشتوا باب المعظم. نعم. وذلك انتوا يعني انت صديق الطلاب. أكيد. لانه صاج طيب ورخيص وقريب عليهم يتمشوا له. صح. بدايتكم باب المعظم. نعم. بعدين صار بدايات هو اريد يعني تسولف لي شلون. نعم. شنو الفكره ليش بلشتوا؟ انا سامع انه ابو المال يعني عنده كانت خلطه هو هاي اللي يخليها ويعني خاصه به هو بالضبط. هو مو اخترع، هنقول لك انه هو اللي سواها، هو اشتغل عليها. صارت خبره هي اكثر من 20 سنه. واحنا بداياتنا كانت الفرع الاول الصرافيه تقريبا 20 سنه
حلو. يعني خبرة. ردود افعال الطلاب هي اللي خلتكم تفتحون باقي الافرع. نعم. لا مو بس اكيد ساحب شغل فسوى. نعم. احنا بس احب انوح على شغله. فكرتنا كانت بانه اول شيء نكسب ثقة العالم بينا. أردنا يأكل عندنا الزنقين والفقير. يعني يكون عندكم وجبة لكل الطبقات كلها تقدر تأكل. صحيح. يكون عندي علم المشاهد. أيه. هذا الشيء وزبائن الكرام. لا ما شاء الله كلش نجحتون. نعم نعم. زين هسه كم فرع صرتوا؟ ستة. ستة عدلي ياهم. ست فروع. باب المعظم. فرع الأول. هذا الأول. فرع الثاني الكرخ مقابل مقهى البيروتي. مقهى البيروتي. فرع الثالث الوزيرية. الوزيرية وين بالوزيرية؟ مقابل مجمع الكليات. مقابل مجمع الكليات. نعم. ايه؟ فرع الرابع الكرادة. كرادة. جار المسرح الوطني. بالفرع من تجي تعبر المستشفى مال القوة الجوية صاير على اليسار. أكيد. لأن أنا زبونهم لين قريب على البيت. حضرتك هسه أنت بالفرع الخامس المنصور. المنصور. و. فرع السادس يمنا بالعظمية. هذا شارع عمر. هاي الختام. هذا المطعم برجر. لا توصيه لا توصيه. أكيد. حلو. دائما هناك 24 ساعة. لا أحب وينك فرع بمنطقته اعتبر كل طبعاً موجودين يمه. حتى عندي هوية طلعي الهوية كمان. نحب بس ننوه عن شغلة. نعم. لأن صارت يعني أكو موضوع كنا نعرف أنه سعر الدولار ارتفع خصوصا أن هم يجيبون يعني كله من السوق. استيراد تركيا اكثر موادنا من تركيا. من تركيا. فاللي نعم. صار انهم رفعوا سعر الصاج الى 2.5 وهسه رجعناهم. وهسه رجع يعني اللي يعني يدللون علينا زبائن. اي يعني اللي زعل يعني لا اخوي ترى رجعناه. ما زعل احد. اكيد طبعا. انا زعلت بس هسه ما دام صار في رجعت. لا نحلها ان شاء الله انفضح نحن مو زين. زين هسه احنا بالبدايه كان انتم تشتغلون بس صاج. اكيد. اوكي. اكيد. بعدين من صارت افرع وتطور الموضوع اضفتوا. نعم. اكلات ثانيه لفروعكم. طبعا طبعا. مثل أكثر شنو؟ اكثر من 10 ايتمات. أه. اللي هي تكون من الصاج اللي الله. العادي اللي هو الاساس اللي هذا الناس كلها تحبه وتدور عليه ورخيص. بعدين تطورت الشغله صار الصاج الايطالي. والبيتزا المعترف عليها وكنا حضراتكم تعرفوها. البيتزا والصاج الايطالي و الاسكالوب الفاهيتة الوجبات السريعة يعني اللغم الإيطالي البرجر اللغم. كم مرة طاق عليك هذا اللغم اللي قد تعرفه؟ أنا كلت ستيك هنا ما شاء الله. اي طيب حلو. يعني صار اكو منيو غني يعني. ايتماتي طبعا منيو كامل صار لازم يعني. بس انتو لحد الان اكثر شيء تبيعوا هو الصاج الرئيسي مالتكم. اكيد هو الاكثر مبيعا. هذا الفضل يعود صاحب المطعم يعني. طبعا حصرا يعني الفضل يعود له بصراحه يعني. خبره اكثر من 20 عام. نكهه خاصه بيه خلوه بهذا المكان. فالتركيبه خاصه وسر بادع يعني وهو اسم على مسمى. طبعاً. هو بادع وصاج البديع. بادع وصاج البديع. اكيد اكيد. وصاج البديع يعني اشكرك الله يسلمك. وصاج البديع على اسم والده بالمطعم الله يرحمه. الله يرحمه. اي نعم. الف رحمه على روحه. زين مثل ما حضراتكم تعرفون هذا الموضوع. هسه احنا شرحنا وسولفنا. نعم. خلي نروح ونرجع بالاكل خاطر تشوفون شنو الاطباق اللي هم يقدموها. ابقوا ويانا يعني. تمام. تعال هنا حبيبي. إيه إيه. هذا الطبق الرئيسي. طبعاً. كنت تعرفه. طبعاً طبعاً. حبيب الطلاب على قولة أمي. إيه حبيب الطلاب. كل الخلية مشكلة. كل الخلية متحط عينك عليك. حبيب أوس. حبيبي حبيبي أبو ناميلة. أيوان. حبيبك جدنا. حبيبك جدنا. هذا الإيطالي أكيد. أكيد أكيد. حلو. أيوان.
هذا شنو؟ ستيك لحم. ستيك لحم بالافطار. خير انا بدي اعرف الاشياء. انت تعرف التعريف هذا؟ عظام. حلو حلو. خلص خلص كافي. لا تجيبون شي اخوان. ابيتونا. كافي. جوعتونا. شو القضية؟ صباح الخير. صباح الخير حبيبي. شلونك يا قلبي؟ هذا راح يكفي الحموشة؟ لا لا كافي. بس هسه شنو؟ صاج البديع. شنو جاي يصير؟ بس وقف. هسه تبدا طبق طبق تعرفنا به. هذا شنو؟ اكيد. هاي الستيك بالافطار. بالافطار. هذا شاورما. هذا الطبق الرئيسي كل تعرفونه. يعني اللي هو على الفحم. شاورما دجاج. اكيد. أكيد. هذا الطبق اللحم. هذا هذا شيش عادي مو مثل هذا على الفحم. لا الواقف وهذا الفحم المتمدد. نعم. اوكي. هذا شنو؟ العربي الدجاج. اللي نعرفه. بالخبز العربي هذا. بالخبز العربي. العيش اللبناني. هاي اكيد البيتزا كنا نعرفها. محشية الاطراف اكيد. محشية الاطراف؟ محشية الاطراف. تتأذوني والله. يا عيني علي. نبي. اي والله. اللغم هذا. اللغم. هذا اكله قبل ما ينفجر علينا. لا 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 خافه. اوكي. مصيبة مشكلة. هذا. الايطالي. الايطالي. اكيد. اللي منا اكل شيء هذا زنجر اي هذا هذا اي شاورما لحم شاورما لحم وهذا عادي اي عادي بس بالصمون مش عجب عندكم شيء عادي هذاك شنو وجبه سندويتش زنجر وهذا هذا الكامبير اتمنى تجي هذا شنو هذا كنتاكي لا مو الكنتاكي الستيك ستيك هذا ستيك دجاج ستيك دجاج طب حلو كنتاكي مو انت قلت على الاسكالوب هذا هذا سكالو هذا سكالو كنتاكي اوكي اي اي كنتاكي يحبوا ايش الاخبار انتم شلونكم احنا مو زينين احنا مو زينين والله دا اشوفكم اي جوعتونا جوعتونا ما يصير والله اي والله لازمكم الدارات هي المشكله مو هنا وين هي المشكله منك وبيك يا اخوان شلون ما ادري مثل ما مو نهايه الخدمه اكو طبق مفاجئه خالي اه حلو مثل ما عودناكم بس لازم زيرو تكمل نسوي دايت الزيرو مثل ما عودناكم هذا الاكل كله اي الكل كله اجربه زيرو عادي يلا حبيبي اي مو هذا الاكل هو يعتبر على الكيتو مو صح اي والخبز عليه من عليه عليه والله ما اعرف مشكله شغله الخبز الخبز العادي نكتب عليه عيش انتهى الموضوع لا نكتب عليه خبز ثاني؟ ايه مو هسه جاهزين حبايب؟ لا كالعادة لازم أغلمك لازم تحطنا وما تخلينا نستمتع بهاي اللحظات يلا ستبون ناكل اللحظات يعني تعليمات شرب الكوكا كولا اسحب لا هزها هزها يحبوا باقني شرابها الله على قلبك حبيبي وين الطبق الاخير يا بجيبوا لنا الطبق الاخير المفاجاه بقول لك شو سوى هذا اعطوني هذا نفس الصاج بس دحم اريد هيك دخان اعتقد هذا اللحم لا 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 مو انا من يجينا احد لازم اشيك باو صح البعد اللي بيناتنا بس انا بالي يم اللحم موضوع في موضوع حبايب قلبي ترى احنا بدي انا فوق فشي دخان اكو صوت اجانا صوته اجى صوته اكو شيء دخان هذا من وهم وجه ركض شو احترقوا؟ لا ما خطيه شو مسوين بيه؟ ايوه يابا 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 خطيه 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 ايوه هي تعبنا غير فشي سر بادع هذا الله 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 قل اعوذ بالله قام المفيد وشواربه على الحديد ان شاء الله ما يوصل لك ما يوصل لك ما يوصل لك هذا هذا يا الرهد يبرد خاطر نتفاهم وياه اصدقائي حبايبي الروح لان هاي معركه لازم انتم تشوفوها ونرجع لكم باي حبايبي أصدقائي وصلنا لنهاية رحلتنا لهذا اليوم الأكل كان يجنن أتمنى
تروح الأقرب فرع موجود يمك تتعنى وتذوق. يعني لا تعتمد على حكي تجربة أكبر برهان. بس أكو شيء واحد أرد أحكي عنه، نوك بيوم من الأيام أكو شخص خطط وفكر ورادي يسوي شيء مختلف، سوي شيء بسيط صاجي زين، بس بيها خلطة مختلفة، بيها نكهة مختلفة، وهذا الشخص اشتغل وصار عنده أسرار، وهذا الحلم الصغير صار فروع وصار شيء كبير. اللي أريد أقوله أني أبداً أبداً لا تخلي أحد يوقف الطريقة، يوقفك يا معود وين توصل وش تسوي. اللي إحنا موجودين به اليوم هو شاهد على قصة كفاح هذا الشخص ونجاحه. أتمنى كنا يكون عندنا هذا الحافز خاطر نطور نفسنا ونكون أحسن، وما نسمح لأي أحد يمنعنا ويقولنا لا وش يوصلك وش تسوي. هذا شوفوا وصل وصار. وصلنا لنهاية رحلتنا لهذا اليوم. طبعا أكيد البرنامج برعاية كوكا كولا وتطبيق على السريع، حار ومقسم وسريع وفي مالنا. هذا البرنامج هدفه انه نراوي الناس الاكلات العراقيه، مو بس العراقيه، اي مطعم مفتح ببغداد، لبناني، سوري، مصري، هندي، اي شيء، احنا راح نروح، راح نفتر، راح ناكل، راح نراويكم. احنا هدفنا بهذا البرنامج الاساسي انه نوثق الاكلات العراقيه، اضافه ان نسوي جايد للمطاعم العراقيه. كل عائله او اصدقاء يريدون يطلعون عندهم مشكلتين رئيسيتين، عدا رغد وحموش اللي مشاكلي الرئيسيه، زين؟ الناس عندها مشكلة ثانية، مشكلتهم شنو؟ وين نروح؟ ومرات يبقون يسولفون بوين نروح لحد ما يتأخر الوقت ويقومون ينزعون هدومهم وما يطلعون أساساً. زين؟ إحنا اليوم لا، نريد نراويكم وين ممكن أنت تروح، وين ممكن تروح تأكل وجبة طيبة وتستمتع. المشكلة الثانية اللي تواجه الناس هي إيش ناكل؟ وغالباً ما هذا يكون جوابها جواب مزعج، أعاني من عنده أني بكيفك. يعني اني راح يمكن اخترع اكله اسمها بكيفك، خاطر من يقول بكيفك اجيب له اكله بكيفك ياكلها ويخلصني. مطعم وحدائق الجادرية، هذا المطعم وهذول الحدائق، اقصد هذيك الحدائق. اوكي انتم حدائق يعني ما اقول لا ضوجون. اوكي برنامجنا هو برعاية كوكا كولا وتطبيق على السريع، ابقوا يعني. مثل ما قلنا لكم اليوم طبعا هاي مو احترقنا، ولكن الصديق الغالي شيف اموري، هلا راف استاذ حبيبي الغالي، اليوم ردنا نسوي فد شيء غريب انه الدخان كله على حموشه الحمد لله والشكر، انما الاعمال بالنيات. زين انا شغلي بخره زين اليوم راح نشتغل، الطبخ راح يصير برا زين، والمكان هو اوت دور. اوكي ورد نسوي لكم واهس زين، فراح نشتغل برا. شفنا اليوم شنو الاطباق اللي راح نشتغلها؟ ان شاء الله اليوم راح نقدم لكم الطبق التركي. هو طبعا المنشا تركي، وراح نقدم لكم طبق لاخ اسمه الطبق البحري. طبعا هو عده اصناف من السمك، يعني روبيان، الفيلي، عده انواع من السمك. التركي شنو مكوناته؟ التركي مكوناته طبعا هو لحم عباره عن باذنجان متبل وطبعا خبز خاص، عجينة خاصة يتقطع ويتقدم، وتنزل عليها صلصات اثنين. طبعا صلصة حمراء والصلصة اللخل بيضة. بيضة اي نعم. بعدها شنو اللي راح يتقدم اليوم كحلقة؟ اليوم هن ثلاث اطباق ما عدا هو الطبق الشرقي، هو القوزي معروف العراقي اكيد طبعا اكيد، وراح نقدم لكم الكباب بالصلصة الهندية. راح ناخذ على طريقه المطعم مالتنا، حصتنا بطريقتك انت كشيف، طريقتنا الخاصه وطريقه المطعم ان شاء الله، مطعم حدائق الجادرية.
سؤال زين، بشكل عام انتم شنو الاكلات اللي تقدموها عدا اللي راح يعني نتعرف عليه اليوم؟ احنا استاذ مفيد نقدم كل انواع الاكل. اي كل المطابخ عندنا طبعا، شرقي غربي مشويات، ما عدا عده اكلات غريبه يعني خاصه بيكم. اي خاصه بنا. مثل شنو المطعم يعني الطبق الخاص؟ الطبق الخاص هو هذا مالتكم؟ نعم لا. أيه. اكو عده اصناف من كل المطابخ يعني عده مطابخ بها طبق خاص هو بالمطعم. حلو زين. هسه تخليت الزبد؟ نعم وبعدها الله قبت النار احلى شيء، احلى لقطه بالنسبه لك طبعا. حيطبخ لنا حموشه مستحيل. تفضل. لا سمع. يلا يلا خليه يخاف يخاف. ايوه ايوه طبعا نقدم السوتيه ويا الطبق البحري والطبق التركي، لان تعرف عندنا اغلب الزبائن يفضلون النباتيين، يفضلون اكله السوتيه مثلنا. مثل حموشي. حموشي حموشي يفضل الاكل. لا حموشي اختصاص بالنباتي. هذا تقليب ترى بس هيك سواله. هاي هذا قلنا شنو اسمه هذا الطبق؟ هذا كباب بالصلصه الهنديه. حار يعني؟ نعم حار. ما اكون خسته ولا اخذ مكان. انا ساعدك اذا احط اي شيء. تفضل انت. هاي البهارات والاشياء اللي تستعملها. لا لا تسحبين هذا بس شيء اعرف بس انا بس نعم. ارتب الاشياء. لا انت تسحبين والرجال لا حد يعرف. طبعا اصناف من البهارات نستخدمها بشغلنا. يعني هذا شيء مزغر من عندنا اللي حاليا راح نستخدمه بهاي الاطباق. ممكن الاسماء مالتهم؟ نعم هاي بابريكا طبعا، فلفل قشور، صلصه دجاج وسمك، صلصه المحار. هذا صوص. هاي للشغلات النهريه والبحريه. نعم نعم نعم. صلصه نعم المحار. نعم. حلو. هذا ليش تعذبه خطيه؟ هذا الطبق راح يتقدم فيه الطبق الهندي ان شاء الله. اها يعني ينزل بهالطريقه عندنا. حتى يظل حار؟ نعم يعني يبقى حار وهسه راح تشوف انت المنظر قدامك شلون. اكيد سبايسي. اكيد سبايسي. قلت لك انا. مهند لعبت السبايسي، كثر السبايسي. ان شاء الله راح يعجبه كلش راح يعجبه. حلو حلو حلو. زين عدا الاكل. حلويات سمعتها عندكم؟ عندنا الوافل، عندنا القريب، عندنا عدة مشروبات ساخنة، أغلب المشروبات الساخنة تقدم يمنا، وعندنا ما عدا البارد. يعني هاي إنه هو كوفي همين، يعني واحد إذا راد يجي يقعد ما يطلب أكل، يطلب نراقيل وعصير وكذا يقدر؟ إحنا الحمد لله والشكر يعني قسم البارستا مالتنا قسم عامر يعني. أها يعني ها أنتوا عازلين ال؟ إيه نعم البارستا واحد والمشروبات الباردة والساخنة موجودة. حلو حلو. يعني واحد طالع لما هو أصدقاء بس ما عاجبه يتغدى، عاجبه يقعد عصرونيات. إن شاء الله بإذن الله شراحي من يتفضل يمنا شراحي يطلب راح يلقاه موجود. إن شاء الله. حلو. يعني طبخ تلاقي، نراقيل تلاقي، مشروبات حارة باردة تلاقي. قاعة باسمك تلاقي. قتلتني قتلتني خاتون، قاعة خاتون. طبعاً. قاعة الخاتون ان شاء الله هم قاعة اعراس. لا مو هي رغد خاتون فكل ساعة قالت لي اكو قاعة باسمي هناك. هياتي يعني شو نسوي شو نسوي مثلا؟ هياتي طق صور يمها. ماشي شيف احنا ما نريد. بالعكس على كيفك عيني على كيفك. حموشي راح يطبخ انا طالع رايح في مال. لا حموشي خلونا خمس دقائق. حموشي اريد اكل. ماكو اكل شنو لا اكل بعد الان. يا زين عوفه خلي الشيخ يشتغل. والله هي ياكل بعد ما يشتغل. حموشي كافي بليز بليز ابوس ايدك اطلع كافي. عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. شلونك استاذ؟ طبعا شرفتونا اليوم حبيبي. الله يحفظك. ممكن تعرف نفسك للجمهور؟ صاحب مطعم حدائق الجادريه. مطعم تاسس في سنه 2019. 2019 يعني بالضبط. يعني تقريبا صار له سنتين المطعم. يقدم كافه الماكولات، اطباق بحريه، اطباق غربيه، اطباق شرقيه، سناكات، مقبلات. عندنا قسم بارستا كامل يتكون من الحلويات، من المشروبات البارده، العصائر وكافه انواعها. لحظه، بارستا يعني مشروبات بارده ساخنه وحلويات. بالضبط. زين هذا البارستا يعني هسه هذا احنا شفنا اكو قاعه جوا. بالضبط. الهن اسماء لو. بالضبط. المطعم عند بعدد اصناف، بي حدائق، بي قاعه اعراس اسمها قاعه الخاتون. دا اسمع ما شاء الله ذي يعني خوش فاي. هاي العرس بقاعتي. اي
يا بولك تنتينا قاعة الخاتون عرفنا راح يا شباب عود اخذوا لها اخذوا لها نسيرت قاعة الخاتون قولوا هاي مال مال رغد اوكي شكرا يستاهل العفو عندنا قاعة مغلقة للزبائن اذا كانت الاجواء حارة او الاجواء باردة يحبون يستريحون بقاعة مغلقة موجودة اجواء حدائق يعني تعرف مطعم اساسه صيفي اعرف الحدائق انا بالضبط والله عندي حدائق تخبل وانا اصلا حبيت المطعم من ورا الحدائق والله العظيم الحدائق اي الحدائق الحدائق السناكات هم عندنا تعرف الاطفال يحبون وجبات السناكات الكنتاكي البرجر الزنجر هذين الامور راح اراوين فضحتك من تلعب بالمراجيح والزحلقينه شو اسمها؟ زحلقينه تقول زحلقينه؟ انا اسميها زحلقينه حاضر ايش تلعبين حاضر انا اسميها زحليقه زحليقه ماشي اي استاذ يعني انا القصد انه اكو كيدز اريا اذا واحد عنده اطفال بالضبط فممكن يلعبون يتونسون اكو العاب للاطفال اكو حدائق بالضبط اكو مكان اذا زبون حاب يجي وقت العصر يحب يشرب ارقيله يحب يشرب بس فشي ساخن او فشي بارد ما يحب يتعشاها موجود يعني واحد يعني مو إلا أنت تيجي فرض تأكل بالضبط عجبك تتريق تتغدى تتعشى هذا موجود عجبك تلعب. تيجي تشرب أرقيلة قهوة شاي خفايف هم ممكن يعني المكان تريد تقعد جوا انقعدك تريد تقعد برا انقعد شو سوي لك بعد زين لا 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 شو سوي لك بعد أنا آسف ماشي استاذ طبعا أكيد أثرت عليكم أزمة كورونا والله يعني اثرت على الجميع يعني مو بس على المطاعم وان شاء الله ازمه وتعدي ان شاء الله شن ذكر متنعاد ان شاء الله ان شاء الله انا سمعت اكو بعد طبق بس هذا لازم هيك يتقدم ساخن بالضبط طبق جاهز كباب الصلصه الهنديه جاهز الطبق طبعا مثل ما تشوفون ها احنا كنا واقفين يم شيف امير اليوم طلعنا الطباخ برا زين وقمنا نطبخ يعني هي كلها تجربه رائعه أنا قلت بداية البرنامج وراح أستمر بكل حلقات أقولها إحنا هدفنا أنه نراوي الناس أكبر عدد من الأكلات إضافة إلى أنه إحنا نسوي قايد للمطاعم أستاذ هسه أذكر لنا العنوان بالضبط خاطر اللي يحب يجي ويقدر يجيكم الجادرية مجاور مأكولات علي اللامي مجاور طبق تقاطر جامعة بغداد هذا عنوان المطعم يعني وأنت رايح على جسر الجادرية تو على اليمين على اليمين إن شاء الله حلو. هاي اكلات بحريه قلت لي هذا الطبق اكلات بحريه هذا الطبق يتكون من الروبيان السمك الفيليه اشر لي انا مو قويه بالاكلات البحريه الروبيان هسه اجيبه شيف لان بعد ما كامل هذا السمك الفيليه عندنا عده انواع الروبيان يتكون بعده انواع هذا روبيان مقرمش مقرمش نعم واكو روبيان مشوي نورت حبيبي الطبق التركي يتكون من اربع انواع لحوم اللي هي كباب على الطريقه التركيه شاورما مع الصلصه بالاضافه الى لحم حبل الظهر اللي يتقدم على طريقه مكعبات قدم للزبون بالإضافة الله 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 عليك يا حبيب الله. ولدي أيوان. أيوة طبعا بما أن نصب هذا الطبق هذا طبق حار أنه هو اسمه بالصلصة الهندية محبين الأكلات السبايسي طبعا يحبون يجربون هذا الطبق هاي الفلفل يعني. دا يلعب يحبون الأكلات كل الأكلات يحبون بس دا أوقف هذا تستعيد ندخل بالمو واحد تحضر خلاص نيشن على واحدة زين الزبائن اللي عندكم اكثر شيء يطلبون تعرف الزبون يجي للمطعم مطعم متكامل يطلب جميع الاكلات حب اليوم يجرب المشويات غير مره يجرب الاكلات الغربيه يجرب طبعا هذا الروبيان المشوي بصلصه المحار هذا الروبيان مشوي بصلصه المحار منظره الريحه منظره اتمنى قاعد تشتمون الروائح اللي تجينا لانه الطبخ هنا هو ده يدفع علينا أنا ما أكل أكلات بحرية وكلش عاجبني أجرب على هذا المنظر. تجرب الأكل راح تقوم تأكلي راح. هو هذا المنظر. كلش تحمست إنه أذوقه. إيه هسا إحنا شنو خلينا نأكل انطوني المكسارة. يمك. طبعاً أنا عندي فلسفة بشرب الكوكاكولا إذا تريد تشرب أول شيء باعه أكثر شيء أحبه أنا هذا الصوت سمعوه الله. الله يعني قنبلة السعادة هاي اوكي اذا تشرب الكوكولا بالبطل هيك عادي يعني حلو الموضوع اذا تريد تديره بقلاص ماشي الحال بس اذا تريد تسوي قنبلة كوكولا طبعا هذا نوع لاخر من الروبيان هو روبيان سوتي خضار تعال نمسك استاذ خليه هناك بعيد علي يعني ها قريب حبيبي ألف عافية عشق عشق جربوا
محاربيني. حموشي ما يقدر يشرب الا دايت طبعا، يعني لحم عادي، لي عادي، قوزي عادي، كباب عادي، هذا كله طبيعي، هذا تشريب كلش طبيعي. شكرا. بس من يشرب لازم كوكولا زيرو، يخاف يصعد وزنه. هاك هاك. شنو هسه راح يقتلها؟ اي حبيبي اي اي اذيني اي 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 يا وكح ما يطلع يا صلف. فشلني. بس انت ما تدبريها. اي والله. اول فقره هاي المكونات تخص الطبق التركي. الله هاي شرايح هنا 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 خلي هنا اي اي وهنا وجبه لان هاي الريحه. دير بالك على استاذ اوس حبيبي. دير بالك على استاذ اوس انت حاط معونك. انا وياك معون واحد ان شاء الله ترى رغد تاكل وياه يعني احسب حسابك بعد شوي. خليه حصه الله لو تصير طاوله. هذا معونه هنا واحد صحني. شنو اكلك واكل غيرك ابني؟ ما يصير. يلا شباب نبلش. بس مو هيك. تفضلوا. يلا حبايب يلا. لكن ما دام بعده حار. اي 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 اي. احنا حتى يعني متحمسين يعني جايينك بروحيه حاره. الف عافيه. استاذك وبعد؟ خلينا ننتظر الاستاذ يعني ما شاء الله. هاي ايضا مكعبات لحم. لا مستحيل. واو وبعد دلال. عده بهارات لحم قبل النعناع البابريكه. هاي تنحط على الباذنجان مو؟ نعم تنحط على. شنو هذا الدلال؟ هذا الروبيان لازم تجربه يعني اكله بحريه وصحيه بنفس الوقت. هو كل الاسماك صحيه. انا ادور على الصحه يعني ضروري يعني. ما عندكم اكل دايت الحموشي؟ من نفسه يعني ما يقدر. خطيه ما يشتهي. شكرا. بالعافيه. دليل استرغب. انت شعليك. انت تقدم انت الرجال معذب ودا يوزع انت شعليك. سمك الفيلين. الروبيان انا كلش احب اكله. خاصة اللي يكون بهاي الطريقة. هو هم يحبك ترى. طبعا اصدقاء. نقدم بها طريقة خاصة يعني ما متواجدة بكل المطاعم. الصلصات اللي نستخدمها. صح. عاشت ايديكم. اكو نكهة يعني خاصة بيكم. اكيد. مثل ما يقولوا مثل التجربة اكبر برهان. طبعا. والله احنا قاعدين احنا ليش جايين استاذ؟ احنا نريد نجرب ونخلي الناس ورانا تجي تجرب. ان شاء الله. اوكي. أعزائي المشاهدين أخواني الرائعين وصلنا لنهاية محطتنا لهذا اليوم مطعم حدائق مطعم وحدائق الجادرية. الأكل كان يجنن، التجربة كانت رائعة. أتمنى أنه أنتوا تشوفون هاي التجربة. طبعا بالنسبة للأكل هم أنتوا بتطبيق على السريع يعني ممكن أنت إذا عاجبك أنه ما تقدر تجي تريد تطلب بس فممكن أن تطلب من على السريع. شكرا جزيلا استاذ. شرفت بكم والف عافيه. ان شاء الله عجبكم الاكل يعني. شكرا اكيد. واني يعني اريد اختم خاطر يصير هنا شويه اكو تفاعل زين. الشباب بدي اشوفهم متحمسين. احنا العراقيين ورا الاكل نحب التحلى يعني نحلى. ناكل طول اليوم نخلص ناكل كرزات نخلص تمتوعه شاي زين شاي العصر خصوصا الشتاء والصوبه تطلب هاي الاشياء. اصدقائي هذا البرنامج برعايه شركه كوكا كولا وتطبيق على السريع. هاي تجربة جدا رائعة، أتمنى أنه تجون وتشوفوها حقيقة. شكرا جزيلا وانتظرونا بمحطتنا الجاية. باي. بداية رحلتنا اليوم راح تكون ويا أبو آية. زين أبو آية هو خلفة اللحم بعجين مطعم أبو عبد بشارع 62. راح نسولف وياك شوي استاذ. رغد انا اريد اسال سؤال. حضرتك اسمك ابو ايه والمطعم اسمه ابو عبد. ابو عبد. زين اكو ربط او ربط انه الاسم على شخص معين او هيك؟ علي ابني عبد الله صاحب المطعم. ايه. ابو عبد الله هو. ايه. سماه ابو عبد. على اسم ابنه. ايه على اسم ابنه. عبالنا سوري. لا عراقي. ابو عبد. لا عراقي. عراقي. حلو. حلو. زين سؤالي الثاني هو اريدك تعرف الناس على موقع المطعم. موقعنا كراد 62. كراد 62 مقابل صاج الريف. مطعم لحم عجين ابو عبدو. شنو تقدموا بالمطعم؟ عندنا لحم عجين، عندنا وسط، وعندنا الاحجام عندنا وسط وكبير. أي. وسوبر احجام. اقوى سوبر
نبلش اول شيء اللحم بعجين العادي. أي. عندنا صغير، عندنا صغير وسط، هو وسط صغير، اول وسط صغير عندنا. اول وسط صغير عندنا، الوسط عادي بس لحم، وعندنا وسط عليها جبن، وعندنا وسط عليها بيض. زين. عندنا الكبير نفس الحالة، هم كبير عادي. أي. كبير بيض وكبير جبن. زين. السوبر هم عندنا نفس الحالة، وعندنا مناقيش. أي. مناقيش زعتر وزعتر بالجبن، وعندنا بالجبن بدون لحم، هاي المناقيش. أي. منقوشة. وأنا سمعت إنه عندكم بيتزا هم. بيتزا. فاللي أريد أعرفه هو الإقبال على البيتزا أكثر شيء وعلى اللحمة بعجين. نفس الشيء اثنيناتي. لا 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 ود ما أقول. لا اللحمة بعجين. ما ينطب الأكل. لا 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 لحمة عجين رجال صبر عليه. لا لا لحمة عجين لأن لحمنا عراقي 100%. أي. يعني فعندنا زباين هي تعرفها. أنا أول. أي والنعم لك. هذا شوف يا مطعم إحنا طبينا أنت مو الزبون مالتهم. أصدقائك. يا مطعم نطبله لو ما حاطين صورتك بصف الكاشير. يا أصدقائك. أصدقائك لو تتاكل هواي ما له علاقة. صديق ولا عدو. أنت شوف كل مطعم نطلع من عنده وش يقول؟ أي. يقول لا خلاص أنا بعد ما أقدر قف ولد وبس يطب ويريد ينزل. هو ستة الوحيد سوبر هو. سوبر؟ ما يطلب غير السوبر؟ لا عنده وسته سوبر. أحب السوبر. زين زين أستاذ، أنا اليوم وياكم أحب ندخل للمطبخ حتى إحنا نطبخ. يعني ندخل جوا للفرن يعني نحاول نحاول إنه نشوي لنا نخرب لنا شم شغلة. لا لا لا. هل لعبتي؟ شو لعبتك؟ طبخ وهاي غير ما لهم عجين؟ لا هذا مو طبخ، هذا شوي خبز. يعني اليوم راح ناكل من إيدك؟ طبعاً خلفه يعني أنسى. نهاية العالم. أنا أشك، خلينا نطب جوا ونشوف. اخيرا حموش راح يشرفني، راح يرفع راسي، انا عبالي وفاشل بكل شيء. اخيرا لقيت شغله مفيد بيها. حموشي خلفه، حموشي يشوي، حموشي مقطع الافران. خلى صوره هذا بطنه. اي عافيه عافيه خاطر بعدين نزل. لا بس لحظه، لا هاي يعني اول مره. اول مره خشجع. حموشي 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 حموش البطل. فخرني. يلا حموشي على كيف. يلا يلا يلا. على تصورون مو تتصور تتصور. اي 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 با 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 حمى 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 حموشي حمى عفي على شلون انا نصرت. اي اي عفية 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 عفية. بطل حموشي بطل. شد بطل بطل. عفية 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 عفية. أريد اثنين بالجبن. سوي لي هاي سوي لي هاي 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 امسحي الفيديو اللي صورتيه. لا راح اخليه حتى انشره وافشله. لا نكتب فضيحه حموشي. اي بس فرصه. تصبح على خير. انا اسف اعتذر من عندكم وايد جدا اعتذر. عادي يا حموشي غير. يلا يلا هو يطينها سريعه. لا تقولون انا قصرت وياكم. يلا هذا كله شغليدي وتعبي. ايش قد احب اكل من تعبي. يلا اكلوا حبايبي. شو يا شغليدك هذا يا تعبك؟ شوف واقف وانا شجعك بالباب وحموشي حموشي ورفع راسي وانا اصور وابني يصور. تعرف فشلنا. صورت صورت طبعا صورنا 50 فيديو صورنا لك وانتظرنا على اليوتيوب. فضيحة حموشي ابو لايك بطيخ. واحد يتعلم من اخطاء بشرفكم. شد شد وهسه قاعد قدام العالم عود يعني. يلا ذوقوا من تعبي. شو تخشبر على العالم انت؟ شد بالعالم على الناس. احنا ما تستعدت يعني شنو جاي انت هسه بالطحين؟ لا من الطحين هذا اللي يم العالم مسويك بروحك يعني عود يعني اشتغلت. شفتني ايش قاعد سويت هاي الحركات شلون هسه؟ يا حركات خربت العجين كله مال العالم. فشلتنا فشلتنا قدام الناس. صارت خربت خربت خربت. هذا مو شغلك.
انت تشرب كوكا كولا؟ اشرب كوكا غصبا عليك، مو بكيفك انا اشرب كوكا كولا. الله الله سامحني، انا اخوك الصغير. سامح الخاطر هاي الحركه. والله الخاطر هاي الحركه اللي سويتها راح اسامحك وتقدر تاكل ويانا حبيبي. يلا بس مو هواي يعني نص بيتزا بس. كله زين. يلا انا من اريد. ها؟ ما يخاف الخاطر. والله الخاطر كوكا كولا كل شيء هون. يلا هنا ما يخاف. حطوا انا هنا، حطوا زار. أصدقائي حبايبي مشاهدينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تجربة اللحم بعجين تجربة جدا جميلة والطعم كلش طيب. مطعم أبو عبدو. مطعم أبو عبدو، أتمنى تجون. طبعا هو موجود المطعم أيضا على تطبيق على السريع، اللي ما يقدر يجي ممكن يطلب وجبة سفري. هذا البرنامج برعاية كوكا كولا والتطبيق على السريع. مع السلامة. اجا الأكل صب لي مناك، ضوق لي مناك، بهذا المطعم رايد أتغدى وأتعشى هناك. ضوق لي الأكلات، طيني الحلويات، فاست فود نطيني بسرعة أنواع المقبلات. لا تقول لي معقولة، ما يهمني اللي تقوله، موهم عندي وجبة طيبة وياها كوكا كولا. أني تعبان، أني جوعان، وقدام الوجبات بنزليها أشكال ألوان. زعلان حزنان، ومن الصب للأكلات الطيبة أرجع فرحان. وديني مديني وبدربك عشيني، رايد آكل رايد أشبع والجوع هواي أديني. صب لي ولا تبتشيني وجبة طيبة انطيني، تركي غربي شامي هندي ياباني أو صيني. روعة متعة من الجمعة للجمعة، والماعون الفوق قوزي زحمة شلون ترجعة. انطيني فاهيتا شاورما او برجر بالجبن، واصرخ حيل بين الناس اجاكم ابو بطن، اجاكم ابو بطن، اجاكم ابو بطن، اجاكم ابو بطن، اجاكم ابو بطن. كوكا كولا ابو جيب 300 ملل جديدة 250 دينار بس. حمل تطبيق على السريع، على السريع حار ومقسب وسريع.